أهلا بكم أعزائنا المشاهدين ومتتبعي الموقع الإلكتروني لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك في حلقة جديدة وحوار جديد دائما مع السيد محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب المكلف بالنقل. أهلا بكم سيدي مرة أخرى. مرحبا وسهلا. إذن سيدي الوزير، نحبذ أن نبدأ بقطاع النقل السككي لما يمثله من دور مهم في الاقتصاد الوطني. ما هي أهم منجزات الوزارة في مجال تطوير النقل السككي في بلادنا؟ نعم، شكرا. لا يخفى عليك على أنه بالفعل القطاع ديال النقل السككي يخضع في إطار التوجهات العامة والاستراتيجية العامة للوصاية ديال الوزارة ديال التجهيز والنقل واللوجيستيك، لكن في إطار التدبير اللي هو يومي والتدبير ديال العملية ديال السككية والنقل السككي في عمومه يخضع لتصرف المكتب الوطني للسكك الحديدية. فإذا في إطار الاستراتيجية العامة ديال الوزارة اشتغلنا على أساس أننا بالفعل نحاولوا نرفعوا في إطار العقد البرنامج اللي كاين بين الوزاره وبين المكتب على اساس اننا نرفعوا من المؤشرات اللي هي مرتبطه بنقل المسافرين ونقل البضائع والحجم ايضا ديال الاستثمارات والرفع من مستوى الجودات وخدمات المقدمه من طرف السكك الحديديه. يمكن نقول لك على انه المؤشرات اليوم اللي هي متوفره تشير على انه خلال الفتره الاخيره وصلنا بين 2010 ل 2015 من نقل بين 31 مليون الى 41 مليون مسافر. انتقلنا ايضا من الى 9 ديال مليون ديال البضائع بالطن إضافة إلى حوالي 20 مليون طن اللي هي ديال الفوسفات، وإن كان في الفترة الأخيرة مع الفوسفات كما تعلمون أيضا الاتفاقية الفوسفات مع البايب اللي داروا تنشتغلوا عليهم، لكن احنا اليوم مع نقل السيارات في الميناء المتوسط نحاول أن نربح في إطار النقل. وهذه استراتيجية لوجستية اللي اليوم اشتغلنا عليها مع المكتب الوطني للسكك الحديدية واللي من خلالها بالفعل الاستثمارات اللي هي متوفرة غتترجع، هناك تعويض اللي هو واضح في المجال ديال الفوسفات. يمكن نقول لك على انه الحجم ديال الاستثمارات انتقل من العشارية السابقة من 91 95 حوالي 4 ديال المليار، انتقلنا في 2005 2009 الى حوالي 8 ديال 18 مليار، اليوم 2010 2015 نهضروا على 30 مليار ديال الدرهم ديال الاستثمار. اليوم اشتغلنا ووصلنا حتى 34 مليار، وهذا 34 مليار بالفعل تتمشي في اطار التنفيذ ديال الاستراتيجية الوطنية اللي مرتبطه بالتجاره ديال السكك الحديديه نقل البضائع والمسافرين، ولكن ايضا مرتبطه بتطوير البرنامج ولا العرض اللوجستيكي المندمج اللي هو رؤيه وتصور جديد في اطار عقد البرنامج واللي غنطوروه في العقد البرنامج المقبل ان شاء الله رب العالمين 2016 2020. ثم ايضا العمليه اللي هي مهمه جدا هي العمل على مواصله الاستثمار، وهذا اللي جعل المغرب من هذا الباب ديال مواصله الاستثمار على اننا نوصلوا الى مستوى انه الخدمات اللوجستيكيه تصنف على الصعيد المغربي، الخدمات السككيه اللوجستيكيه متصنفين الرقم الاول على الصعيد الافريقي، سبقنا دول بحال افريقيا الجنوبيه، وهذا من المؤشرات الجد ايجابيه. اذا المحاور ديال الاشتغال اللي اشتغلنا عليهم هو التثليث ديال المحور ديال كما تعلمون البيضاء لأنه الكثافة اللي كاين عليه، التثنية ديال المحور ديال مراكش ديال سطات بالإضافة إلى الكهرباء ديال المحاور وأساسا المحور ديال فاس الشرقي محور ديال فاس وجدة، ثم أيضا الملف ديال التأمين ديال السلامة ديال المسافرين وأيضا ديال السكك الحديدية والتأهيل ديال المحاور اللي كان خاصنا نأهلوها بالإضافة إلى المشروع ديال القرن اللي هو مشروع ديال الطاق فائق السرعة واللي بالفعل تيجعلنا مصنفين على الصعيد الأول على الصعيد الأفريقي وأيضا الصعيد العربي. سيادة الوزير، تكلمتم على نقطة تأمين أمن نقل السككي. نعم. وسلامة المسافرين، نود أن نتعرف ما أهم تدابير التي تخص هذه النقطة. هو بالفعل كاين السلامة اللي هي مرتبطة بالبنية التحتية، عندنا حوالي 441 ممر على الصعيد الوطني، حوالي 460 قنطرة وعديد من الأنفاق اللي تتفوق 30، وهذا المرور على السكة الحديدية صحيح شكل خطر بالفعل على هذا جعلناه محور رئيسي في عقد البرنامج. واللي العلم راح خصصت له المكتب الوطني مليار ونص درهم، 150 مليار سنتيم فقط لهادشي ديال السلامة الطرقية. النتائج باش ما ندخلش في التفاصيل لأنه الحمد لله نجزنا حوالي 70% من البرنامج اللي كان خاصو يتنجز في هذا المجال ديال السلامة ديال الأنفاق وديال الممرات وديال القناطر، واللي الحمد لله غنكملوا 30% المتبقية خلال المرحلة المقبلة. استطعنا نمروا في إطار هذا المليار ونص ديال الدرهم أننا في 2011 الأرقام اللي كانت عندي حوالي 60 قتيل اللي كانت في جميع الممرات، في 2016 رحنا وصلنا 18 قتيل فقط، كانت عندنا حوالي 47 حادثة في 2011، اليوم رحنا في 4-5 ديال الحوادث في 2016، وهذه النتيجة الحمد لله اللي هي جد إيجابية واللي تنشتغلوا عليها. دائما في إطار السلامة نعمل على تأهيل المحطات، حوالي 27 محطة، 8-8-9 اشتغلنا عليها ونكملناهم، اليوم تتشوفوا المحطات الجديدة في إطار المنظومة التجارية، ولكن أيضا ديال السلامة هي فضاءات للنقل السككي وليس فقط محطات. تنشتغلوا أيضا
على 6000 قطار اضافي اللي انضافت بين 2011 الى 2016 من حيث لا سيركولاسيون، من حيث التحرك. ايضا التاهيل ديال العربات، العديد من العربات اللي جبناها جديده اخرى اللي صلحناها، بالاضافه الى المستوى ديال الخدمات اللي تنشتغلوا عليه، الخدمات اللي ديال المكيفات، الخدمات اللي هي مرتبطه بالجوده ديال الوصول وعدم الوصول، واللي اليوم الارقام ديال لا ساتيسفاكسيون تنوصلوا حوالي 75-76%، بمعنى اننا واحد المواطن من اصل اربعه هما الذين ليسوا راضون على الخدمات ديال السكك الحديديه. تماما. ننتقل الان من السكك الحديديه ونقلع الى الجو. في قطاع النقل الجوي الكل لاحظ ان حركه نقل الجوي بلادنا عرفت تطور ملموس خلال السنوات الاخيره. ما هي العوامل التي ساهمت في خلق هذه الحركه الايجابيه؟ نعم صحيح، عندما نتحدث عن النقل الجوي تنهضوا على مشروعنا مع المغرب طموح، المغرب اللي هو بوابه ديال افريقيا، المغرب اللي هو حدا اوروبا ب 12-13 ديال الكيلومتر، المغرب الذي يريد ان يكون عنده لو ليد بمعنى الرياده على الصعيد الافريقي في المجال الجوي. وبالتالي نحن نريد في اطار الاستراتيجيه الوطنيه على انه بالفعل المطار ديال الدار البيضاء يكون هو المطار المركز لو هوب على الصعيد الافريقي، ونريد لشركتنا الوطنيه الخطوط الملكيه المغربيه ان تصبح من بين الثلاثه الاوائل في لا ريجون مينا وليس فقط على الصعيد الافريقي، لان اليوم المؤشرات تشير على انه الخطوط تتقدم في هذا المجال. في اطار الشراكه العامة التي نشتغل مع شركائنا الآخرين في إطار الاتفاقية العامة ديال الياطة، نقدر نقول لك على أنه الاستراتيجية ديال الأجواء اليوم اللي هي استراتيجية منظمة للعمل ديال القطاع الجوي خلال اليوم إلى 2035 عندها 8 ديال المحاور، واللي بغينا نوضعوا فيها 94 مليار درهم اللي مقسم عليها 8 ديال المحاور، اساس ان نرفعوا من المستويات ديال المسافرين، من نقل البضائع، من الخدمه، من المطارات المحدده الى اخره. نقدر نقول لك اليوم انه الارقام هي جد مشرفه، كنا في حوالي اقل من 10 ديال المليون ديال المسافرين هذه واحد 10 سنين، اليوم رحنا في 2006 قبل ما يدخل لوبن سكاي الاجواء المفتوحه، اليوم رحنا في حوالي 17.5 مليون مسافر، تنتكلموا على تقريبا واحد 64 مليون طن ديال البضائع، تنتكلموا على حوالي 1370 رحله اسبوعيه، بمعنى باضافه ديال 25% خلال السنوات الاخيره. تنتكلموا على مطار البيضاء فقط اللي هو مشروك مع 87 مطار دولي، حوالي 20% ديال الاضافات، وتنتكلموا خلال هذه الفتره على 4.7 مليار درهم ديال الاستثمار، على اساس اننا بالفعل نطوروا البنيه التحتيه المطاريه. تتعرفوا بانه المطارات الحمد لله اليوم منتشره في جميع المغرب، شماله، شرقه، جنوبه، وسطه. اليوم ايضا البنيه التحتيه اللي هي مرتبطه بالرحلات هي ايضا مهمه في اطار الاتفاقيات وتوفير الرحلات ليس فقط الدوليه ولكن ايضا الداخليه. كانت هناك اتفاقيات شراكه بين وزاره الماليه ووزاره الداخليه ووزاره التجهيز والنقل مع الخطوط الملكيه المغربيه على انه درنا اتفاقيات جويه داخليه اللي اليوم مكنت المواطن المغربي او المواطن عموما اللي يتلقى داخل المغرب لانه يوصل لبعض الاقاليم وبعض المدن ما كانش ممكن انه يوصل بثمن مناسب وايضا في اجواء اللي هي مناسبه. طيب سي الوزير، بالنسبه للملف حرصتم على اعطائه اهتمام خاص وهو سلامه النقل الجوي، قريبون من الوضعيه الراهنه لملف السلامه الجويه بالمغرب، وكيف تعملون على تحسين مستوى جودتها؟ نعم، اليوم السلامه الجويه تتعلم منذ 2011 يعني منذ 2001 عفوا شتنبر 2001 كانت هناك اشكالات حقيقيه، واللي جميع الدول ديال العالم اليوم مرتبطه في اطار اتفاقيه الدوليه، والمغرب في اطار اتفاقيه شيكاغو اللي كانت مؤسسه للعمل الجوي من خلالها. اليوم حاولنا اننا نديروا كود جديد لاول مره مدونه للطيران التي تمت المصادقه عليها المدني في المغرب. هذه المصادقه في شق كبير منها تنتكلموا على السلامه، سواء السلامه ديال الاجواء ولا السلامه ديال الطائرات ولا السلامه ديال المطارات، هذو ثلاثه ديال المواقف الرئيسيه اللي هي ديال السلامه. نقول لك اليوم في اطار هذه اتفاقيه شيكاغو وغيرها من الاتفاقيات اللي وقعنا مع الدول مع عديد من الدول في اطار الياطا المنظمة العالمية، استطعنا على اننا نكونوا وان يكون عندنا برنامج وطني للسلامة ديال الطيران المدني الاوبن ساك اللي تنشتغلوا عليه واللي فعلناه خلال 5 سنوات، وفعلنا ايضا اللجان الاقليمية ديالو لي سونتر لوكو. اشتغلنا ايضا على التدقيق ديال العديد من المطارات خلال هذه 5 سنوات، واحد 45 تدقيق اللي تم في المطارات وجميع الاخلالات اللي مرتبطة بالسلامة حاولنا نتجاوزوها، وايضا حاولنا نكونوا في هذه الفترة حوالي 800 اطار في المجال ديال السلامة الطرقية بالضبط. واليوم عندنا زيارات اللي هي متتالية ومتبادلة بين الدول المتقدمة
مؤخرا مع الانجليز، قبل ذلك مع الولايات المتحده الامريكيه اللي تيجيو يشوفوا المطارات ديالنا، تيجيو يراقبوا الطيارات ديالنا. ونحن ايضا عندنا خبراء اليوم اللي تيمشيو لبعض الدول اللي تيقوموا ايضا في اطار التدقيق والمراقبه. على اساس انني نقول لك بانه هذا المجال تنعطيوه الاهميه القصوى ليه، والحمد لله اليوم سواء الطائرات ولا المطارات ديالنا مصنفه في الدول الاوائل في هذا المجال، وديما تنخرجوا الحمد لله في اللائحه البيضاء، ما هي لا غريز ولا سوداء ديال المجال ديال النقل والسلامه الجويه. اهميه كذلك تعطونها لقطاع النقل البحري، ونود ان نتعرف على الاجراءات المرتبطه بتعزيز مكانه المغرب في مجال النقل البحري سواء على المستوى الجهوي او الدولي. نعم بالفعل النقل البحري هذا من المجالات اللي يمكن نقول لكم بكل وضوح على اننا تنحاولوا نسترجعوا فيه القوه ديالنا الحقيقيه. المغرب بلد بحري واجهه اللي فيها 3500 كيلومتر سواء المتوسطي ولا الاطلسي، ولكن للاسف خلال 30 سنه الاخيره لاحظنا على ان الاسطول المغربي وخاصه في نقل المسافرين ولكن ايضا نقل البضائع اللي تراجع اللي هو جد سيء. اليوم البعد الافريقي اللي بغى يعطي المغرب لهذا المنظور ديال النقل البحري، بالاضافه الى انه الان النقل البحري اصبح مساله ديال السياده الوطنيه، 98% ديال البضائع المغربيه تمر عبر البحر. اذا ما كانش عندك شركه وطنيه اللي تقوم بهذا الدور ديال نقل البضائع نكونوا تابعين لبعض الشركاء، وهذا مؤسف جدا. فاحنا اشتغلنا في هذه المرحله الاخيره على اساس اننا نعاود نرجعوا الاعتبار في اطار الاتفاقيات اللي عندنا مع الشركاء ديالنا سواء كانوا افريقيين او غير افريقيين مع الاتحاد الاوروبي، على اننا نديروا شركات اللي ناسسوا للعالم الوطني. والحمد لله في المرحلة الأخيرة اننا بدينا نسترجعوا هذا العالم الوطني سواء في خلال المرحله الاخيره هذه شهرين. جلاله الملك بالفعل كما لاحظتم كان في اطار طنجه المتوسط، اعطى الانطلاقه لشركه اللي هي 51% مغربي، بالاضافه الى شركه مغربيه اخرى كانت هناك عندها باخره اللي هي مغربيه. واليوم نحن بصدد ايضا ان شاء الله ربعنا من ربما في الايام ولا الاسابيع المقبله باش نديروا العالم المغربي ايضا في باخره ثانيه في هذه المحطه. اليوم الحمد لله نقل المسافرين ونقل البضائع، نقل المسافرين اساسا يتطور بحوالي زائد 6 زائد 7% سنويا. يمكن نقول لك ان مراحل ديال العبور 2015 و2016 كانوا من انجح المراحل ديال العبور ديال الجاليه المغربيه المسافرين، بحيث انه استطعنا اننا نخفضوا في الاسعار، بان الاسعار تخفضت في 2015 وايضا صيف 2016 بحوالي 50% على بعض الرحلات، وايضا كانت من حيث المستوى ديال تقديم الخدمه والتنظيم وايضا الوقت الذي ينتظر انتقلنا بالمتوسط من 7 ديال الساعات هذه 10 سنوات متوسط ديال الانتظار في الميناء الى اقل من ساعتين في 2015 والى اقل من ذلك في 2016، وهذه الحمد لله الجهود ديال مختلف الفاعلين في المجال ديال النقل البحري. بهذا سيد الوزير حوارنا يشرف على نهايته، اشكرك جزيل الشكر على الوقت الذي خصصته لقناه الكترونيه لوزاره التجهيز والنقل واللوجستيك ولكل هذه المعلومات المستفيضه، شكرا مره اخرى. نتمنى لكم كامل التوفيق. شكرا لك سيد الوزير. مرحبا. الى اللقاء اعزائي المشاهدين.